تعالوا نشوف مصر هيحصل فيها ايه النهارده، ماذا يحدث في مصر النهارده. هتستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المعزول محمد مرسي وعشر متهمين اخرين من كوادر واعضاء جماعة الاخوان الارهابية في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق وثائق ومستندات اخذوها من اجهزة امن الدولة السيادية. كمان النهارده هتبدأ بعثة اقتصادية ايطالية زيارتها للقاهرة عشان مواصلة المباحثات حول مشروع إقامة مزرعة لتوليد طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر باستثمارات إيطالية جديدة بحوالي 370 مليون دولار. النهاردة كمان كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس هتنظم مهرجان الفنون التشكيلية للمتخصصين بمشاركة أكثر من 7 جامعات مصرية في دار ضيافة الجامعة، ويا رب يكونوا سامعينا ويشاركونا كمان في مبادرتنا مصر الحلوة. النهاردة وزير الأثار الدكتور ممدوح الضماطي هيعقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن الفعاليات الاحتفالات العالمية اللي هتعملها وزارة الأثار بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنقل معبدي أبو سنبل بأسوان، وكمان تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني. في نفس الوقت كمان هتنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثقافة والفنون في إطار احتفالات المحافظة بتعامد الشمس على وجه رمسيس بمعبد أبو سمبل، وهيبدأ بعرض للمراكب الشراعية في نهر النيل لجميع الفرق المشاركة، وبعده طبعا هيكون الافتتاح بالمسرح الصيفي. في معانا دلوقتي مداخلة تليفونية للتعليق على خبر وزارة الآثار الأستاذة كاميليا صبحي رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار. برحب بيكي معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. انا معلش بعد اذن حضرتك، انا رئيس قطاع العلاقات الثقافيه في وزاره الثقافه. رئيس قطاع الانشطه الثقافيه بوزاره الثقافه. العلاقات الثقافيه. كنا عايزين نسال حضرتك في الاول عن تفاصيل الاحتفاليه دي يا فندم. والله هي الاحتفاليه دي ده مهرجان سنوي احنا دلوقتي منذ عده سنوات بنقوم به في بهذه المناسبه في محافظة أسوان. المهرجان الأول كان محلي وكانت بتقيمه هيئة قصور الثقافة، ومنذ 4 سنوات حولناه لمهرجان دولي بتشارك فيه عدة فرق أجنبية. دي هتبتدي إمتى يا فندم الاحتفالية وتنتهي إمتى؟ الاحتفالية إن شاء الله الافتتاح غدا يوم 17. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي هيبقى احتفال، هيبقى فيه عرض للمراكب الشراعيه في الجير، وبعدين بيبقى فيه الافتتاح على المسرح في اسوان من خلال تقديم عروض للفرق الاجنبيه المشاركه والفرق المصريه لهيئه قصور الثقافه. هو يا فندم هل ممكن بقى هنلاقي فعاليات زي دي موجوده بقى في النيل القاهره كمان الفترات الجايه؟ يعني اتمنى الحقيقه. هو طبعا التركيز دلوقتي هيكون في اسوان بنلها الساحر جدا. الاحتفاليه بتبتدي من اسوان ولكنها بتنتهي في معبد ابو سمبل، لانه يعني هو الاحتفاليه السنه دي ربما يعني ليها اهميه خاصه جدا بمناسبه مرور 50 سنه على انقاذ معبد ابو سمبل. هذا الحدث اللي ما بيخصش بقى متهيألي مصر غير ده بيخص الحضاره الانسانيه بالكامل، انقاذ يعني اثر بهذه الاهميه. فاحنا اساسا المهرجان بيقام علشان الليله النهائيه بتكون احتفال بتعامد الشمس على رمسيس على قدس الاقداس بمعبد ابو سمبل. اليوم النهائي بقى الحقيقه ده بيبقى يوم رائع، لانه بيبتدي من امام المعبد وبعدين بيحضر يعني جمهور غفير جدا جدا من اسوان، شعب اسوان الرائع يعني دايما معودنا انه يحضر بالالاف الحفل النهائي بحضور بعض سفراء الاجانب وخاصه سفراء الدول المشاركه معانا السنه دي. واحنا بالفعل الفرق من امبارح ابتدت توصل وهم في طريقهم الى اسوان. عندنا السنه دي يعني فرق من الصين ومن الهند ومن رومانيا ومن اليونان ومن تونس، وكمان لاول مره بتشارك معانا فرقه اثيوبيه وفرقه من اوغندا والسودان. طبعا جداً يعني افريقيا يعني بترجع تاني معانا يعني. طب دكتور كاميليا، دلوقتي الاستاذ اسامه عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء قال ان في النهارده اجتماع مع وزير الثقافه علشان مبادره مصر جميله، شايف حضرتك ايه دور وزاره الثقافه يعني في هذه المبادره؟
يعني الحقيقة الأكيد أن الثقافة هي حاضرة دائما في كل ما يتعلق ب يعني المشهد الثقافي في مصر. أكيد مصر جميلة بفنانينها بمثقفينها بمبدعينها أيضا سواء اللي بيتكلموا إلى وزارة الثقافة أو بمبدعينها المستقلين، ولكن أنا عايزة أقول أنه أتمنى أنه كل شخص في مصر يحس أنه هو معني بهذا، لأن الثقافة ما هياش قاصرة على الدولة، الثقافة هي يعني نتاج كل ما يحمله المواطن المصري من يعني خبرات، كمان خبرات من حضارته، يعني هو حامل لحضارة كبيرة، المفروض انه هذه الحضارة اساسا بتعطيه مسؤولية انه هو نفسه لابد ان يستمر في تناقل هذه المفردات الحضارية والثقافية وينقلها للأجيال القادمة. يعني أنا متهيألي أن كل مواطن مصري معني بهذا، ما هياش مؤسسات الدولة فقط. صح. بنشكر الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة. معلش بس قبل ما كده، هو الموضوع الأساسي إن الشمس هتتعامد على أبو سمبل النهاردة صح؟ لا، هي كل سنة بتتعامد مرتين. لا يعني النهاردة يعني في حاجة صح؟ لا، دي احتفالية هتبتدي بكرة احتفالا باليوبيل الذهبي. أيوة، هي هتتعامد إمتى؟ لا لسه الفترة اللي جاية. لا مش النهاردة. مش النهاردة. لا 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 لا، بس هيبقى في احتفالية كرنفال، واحنا عارفين ان النيل عندنا طبعا في مصر مشهور بقى بالتعامد يوم 22. طيب ما هو قال لي كده. انا عارف ان التعامد يوم 22. انت كنت تسأل ده؟ انت بتختبرني؟ بختبرك. انت بتختبرني؟ صراحة بتصدم اللي قال لي ده. طيب النهاردة في الإسماعيلية المحافظ هيسلم الدفعة الأولى من منازل مشروع قرية الأمل بالقنطرة في شرق الإسماعيلية المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين، وحيتم تسكنهم في القرية. كمان النهاردة هتنظم جامعة القاهرة الحفل الختامي لإعلان وتكريم الفائزين في المرحلة النهائية من مسابقة الجامعة لنقل التكنولوجيا كأفضل مشاريع CUTT. ليها طبعا المشروعات اللي ليها عائد اقتصادي في مركز المؤتمرات بالجامعة. النهاردة يعني هيتعرض على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية عرض باليه تانجو بوينس آيرس، النهاردة هيكون في أوبرا الإسكندرية. كمان اللي عايز يسمع فرقة بتوهني. قولي تاني كده. هو بيتوهني. قولي الاسم تاني. تانجو بوينس آيرس أهو. لا والله. ايوه. ده فين ده؟ يبقى في مكتبة انجليزي ده يا مرسي. تانجو بوينس آيرس دي عاصمة الأرجنتين. مكتبة إسكندرية؟ لا، في الإسماعيلية. في الإسماعيلية. هيتعرض أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش. نحاول نحضر تانجو بوينس آيرس. تانجو بوينس آيرس في مسرح أوبرا إسكندرية. في أوبرا إسكندرية مش في إسماعيلية. في الإسماعيلية. في أوبرا إسكندرية. معلش. أوبرا إسكندرية. دخل الخبر على نروح ولو كده تانجو بوينس. دخلت الأخبار على بعض. كملوا. ممكن بقى تسكت بقى لحد ما خلاص يحدث في مصر خمس دقايق كده. النهاردة كمان اللي عايز يسمع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يروح الساعة 8 بالليل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. واللي عاوز يسمع كمان فرقة ذكرياتي للموسيقى العربية يروح الساعة 7:30 النهاردة بالليل على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، وكمان الفنان صلاح بيجاتو الساعة 7 في مسرح النهر بالساقية. بعد شوية بقى نادي وادي دجلة هيعمل مؤتمر صحفي في برج القاهرة، ده بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علشان يعلن تفاصيل استضافة النادي لبطولة العالم للسكواش للرجال. وإحنا طبعا عارفين إن مصر دولة متقدمة جدا في رياضة السكواش على مستوى العالم، ودي اللي هتتعمل يوم 25 أكتوبر القادم بإذن الله وحتى 4 نوفمبر. طبعا نتمنى أكيد كالعادة أبطال مصر في السكواش هم يكونوا الفائزين بإذن الله. وعايزين نهتم بكل الرياضات، يعني الرياضة مش عبارة عن كرة قدم بس. طبعاً. رياضة كرة يد، واحنا كنا لسه الفريق بتاعنا كمان كل الناس اللي موجوده في اسكندريه او الناس الموجوده هنا تروح مسرح اوبرا اسكندريه النهارده تانجو بوينس آيرس يحضروا العرض ده هيتبسطوا. واللي عايز يروق دماغه يروح الاوبرا يسمع موسيقى عربيه جميله وكده. عندنا النهارده حاجات كتير قوي. في على هاشتاج نهار جديد في فتكات بنت الصور فرحات بتقول لك يا خراشي على الالوان احمر واصفر وعيش معاكم نهار جديد زي العسليه. ده اورانج. ده مش اورانج يا داليا. لا ده احمر مقرنج. مقرنج. الله. بطيخي.
بطيخي. انتوا فاكرين المشكله اللي حصلت من حوالي شهرين ثلاثه كده، الفستان اللي هو في ناس شافته ذهبي احمر، في ناس شافته ازرق؟ ايه ده، انهي فستان ده؟ فستان كده كان موجود تقريبا في استراليا او حاجه زي كده، مش فاكر المعلومه. افتكرته، وناس شافته اوف وايت وقعدوا على الفيسبوك كده، كان كل يوم واحد شايفه بلون. شايفه بلون، وقال لك بقى تحليل بقى نفسي ان اللي شايفه اللون الذهبي ده معناه ان هو كذا، واللي شايفه اللون الازرق ان هو كذا. انت فاكره الفستان ده؟ فاكراه طبعا كويس جدا. شفتي لونه ايه طيب؟ انا شفته درجات داخله فيه الاوف وايت مع الازرق. يبقى انت كده تمام. انا كويسه؟ لما بتيجي تنامي بالليل بتحسي باي حاجه غريبه او كده ولا لا؟ ما بحسش باي حاجه، لان بصدق انام عشان اصحى بدري، وانت عارف بيجي استاذ احمد شفيق المخرج يقعد يلا مش عارفه ايه وكده، انا بس بقول قدام الناس ازرق. انت كل يوم بتبوظ اعصابي. انت عندك بقى مشكله. عندي مشكله، انا عندي مشاكل كثيره، عندي مشاكل كتير قوي. طب بقول لكم تعالوا نشوف الجو اخباره ايه، تعالوا نشوف حالة الجو أخباره إيه النهاردة. الجو يعني بقاله كده 3 أيام الحمد لله كده، يعني ربنا يتمها كده بالخير. هو قالب حر قوي الصبح، وبعدين امبارح كان فيه شويه تراب كده ضايق الناس حبتين. هي تغيرات كتير جدا في الاحوال الجويه في مصر، لكن احنا دايما بننبه انه الفتره دي ما يبقاش فيها استقرار في حاله الجو، يعني ممكن نلاقي درجات الحراره بترتفع الصبح، بالليل الجو يقلب برد شويه، نلاقي شبوره شويه، رياح بقى وبالليل كمان كان حر. امبارح كان حر قوي، كان حر جدا جدا جدا، يعني بجد يعني من بعد الظهر كده كانت الجو حر. بس هو الدكتور احمد عبد العال قال هو يعني نهايه الموجة الحر دي يوم الخميس وهتبتدي تاني، يعني ما تنخدعوش، يعني هيبقى في جو تاني. نخلي بالنا، وعلى فكره ان ده سبب العيق. انا حاسه النهارده كمان ايمن من النوم، يعني انا ده بقوله للناس كمان اللي هم عندهم حساسيه مثلا في ال اهو يرحمكم الله، عندهم حساسيه طبعا في الصدر او في الجيوب الانفيه، خلي بالهم فعلا من الجو اليومين دول يرحمكم الله. انا هقضيها اقول لك، يعني انا هقضي الحلقه كلها اقول لك يرحمكم الله، مصر كلها قالت لك يرحمكم الله دلوقتي. فاليومين دول زي ما بيقولوا كده يومين ما لهمش امان. الخبراء بيتوقعوا ان النهارده هيكون مائل للحراره في اسكندريه والقاهره وشمال الصعيد، وحار على الصعيد، وبالليل الجو ممكن يكون بارد طبعا، اكيد هيميل للبروده. معانا يعني هنشوف كمان بعد شويه درجات الحراره المتوقعه على مدار اليوم، سواء بقى كانت في القاهره او في محافظات مصر كلها. هنشوفها دلوقتي هتظهر على الشاشه. القاهره 29-15، الاسكندريه 28-14، الاسماعيليه 27-15، بورسعيد 19-18، السويس 29-16، يعني 29 ممكن توصل ل 30 بقى. الغردقه 26-20، شرم الشيخ 26-21، بينا على شرم، مرسى مطروح 22-17، الاقصر 32-12، اسوان 34-16. وطبعا الدول العربيه، الرياض 23-11، دبي 24-18، عمان 25-14، بيروت 21-16، تونس 16-11. احنا نروح تونس، احنا نروح تونس. لا انا عايزه اروح لندن، لندن في بلدي. بس في شمس، في شمس. واشنطن هي 8-0، موسكو 8-1 تحت الصفر، لندن 6-0. لا موسكو 1-1، لا 1-1 تحت الصفر. اهو، ولندن 6 وبالليل 0، باريس 4 بالليل. عايزه اقول لكم حاجه، بالرغم ان بص لندن 6 وروما 16، بس عايزين نقول ان مش معنى ان هي 6 يعني برد. لا بالعكس، ممكن تكون 6 مشمسه.